أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع في برنامج أجندة الساعة. في أجندة اليوم نستعرض اتفاقية سلام جوبا من وجهة نظر معارضين للاتفاقية. أسعد أن يكون معي داخل الأستوديو الدكتور محمد جلال هاشم، نائب رئيس وفد مفاوضات الحركة الشعبية قطاع الشمال. مرحبا بك دكتور. مرحبا بك. هي الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال وليس قطاع الشمال. لتحرير السودان الشمال. نعم دكتور، كيف تنظر لهذا الاتفاق الموقع ما بين هذه الحركات والحكومة السودانية بشكل عام، وما هي الإيجابيات التي يمكن أن يجلب هذا الاتفاق؟ شكرا جزيلا، وأنا سعيد أن أكون معكم، ولكني لست معارضا لهذا الاتفاق. لا، ليس لدي أي موقف معارض لأي اتفاق سلام يوقع، ويعني قضيتنا ليست مع اتفاقات السلام التي توقع، لكن ما سأقوله هو نوع من الانتقاد لما تم التوقيع عليه وليس المعارض عليه. أي اتفاق بتاع سلام يمكن أن يحقق أي جزء من السلام ولو كان جزءا ضئيلا نحن بنقف معه، لكن هذا لا ينبغي أن يمنعنا من أن نبدي رأينا في ما قد يكون عيب في الاتفاق يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف التي من أجلها تم الاتفاق. نعم، إذن من وجهة نظرك كيف تنظر لهذا الاتفاق؟ أي اتفاق وبالأخص اتفاقيات السلام ينبغي العمل والحرص الشديد على تجنيب الاتفاقيات عيوب أساسية. ما هي هذه العيوب؟ على رأس هذه العيوب ما يعرف بالثغرات، أو الترجمة قد ما تكون دقيقة، بيسموها loop holes بالإنجليزي. loop holes، والloop holes هي مادة لما تقراها بتشوفها واضحة، لكن عندما نأتي إلى التنفيذ ما بنعرف نطبقها كيف، ما بنعرف ننفذها كيف. الاتفاقية إذا اشتملت على هذا العيب، هذا العيب بيبقى قاتل. يعني مثلا أنا وإنت بيناتنا نزاع حول الأرض، نقوم نجيب اتفاق ونمضي، نقول اتفق الطرفان على أن يتواصل الحوار في سبيل حل مشكلة الأرض، واضح الكلام ده، لكن على أرض الواقع المشكلة قائمة في حتة. ولكن دكتور هناك مذكرات تفسيرية تتبع هذه المواد لتفسيرها، ويعني عدم حدوث إشكالات في تطبيق هذا النص. والله الورقة جبتوا لي ده ما في مذكرة تفسيرية. أنا ليه نعمل مذكرة تفسيرية وقت إحنا ممكن ذاته أصو دائما بيقول لك الشيطان يكمن في التفاصيل، فأنت جايب العموميات ليه؟ جيب المذكرة التفسيرية. وبالتالي مثلا أنا حصيت حوالي 9 عيوب تعتبر لوب هولز في اتفاقية نيفاشا. كانت السبب هذه العيوب؟ كانت السبب في إنها أشياء كثيرة فيها ما تتحقق. فهنا ده في يعني غير كده كمان عيب تاني من العيوب، إنه لا ينبغي أن يشتمل نص الاتفاقية على أي قدر من الحشو. أي قدر من الحشو من اللغة الغير ضرورية تعتبر عيب كبير، لأنه ال- 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 الكرم الكلامي داخل الاتفاقية بيفتح باب التأويلات، وبالتالي ينبغي أن تضبط كلاميا في أقل قدر من الكلمات. يعني أنا أفهم يا دكتور مما تقوله بأن هذه الاتفاقية في بنودها لا عيب فيها، سوى أنها يعني لم تساق بشكل جيد. ليه ما صيغة طيب؟ ما هو السؤال. يعني هذا صحيح ما أفهمه من كلامك الآن؟ أي إنه يعني مثلا أقول لك حاجة، أقرأ لك المادة مثلا. اتفاق حول القضايا القومية بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام. مثلا أديك التبويب فيه عيب، يعني هنا ده هنا ده الاتفاق حول القضايا ما منمر، ما منمر، ما عنده نمرة، بينما بادي بواحد هنا ده عندنا
اتفاق وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية بين حكومة السودان الانتقالية وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور. ده ما منمر، الديباجة ما منمرة. بعد ده التعريفات بادية بواحد، التعريفات بادية بواحد. أديك مثال تاني، اتفاق السلام النهائي بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان الشمالي جبهة ثورية حول قضية السودان في المنطقتين. شنو قضية السودان في المنطقتين؟ ده ذات الكلام ده تفهم كيف قضية السودان في المنطقتين، ده تحشر السودان في المنطقتين إذا في منطقتين عندها مشكلة. وده واضح إنه هو داير يتكلم عن السودان، لكن داير هو في نفس الوقت داير يتكلم عن المنطقتين. لكن تعال ده على الأقل عندك الفصل الأول الكونتنس وموجودة هنا، لكن هنا ده عين تقسيم السلطة، ما تقاسم السلطة ما منمر، لكن بادي من المبادئ العامة واحد اثنين ثلاثة وماشي بهذه الصورة. بالتالي الأشياء اللي أنا بفتكرها التبويب بتاع الهنايدة فيه مشكلة كبيرة جدا. نعم دكتور، طيب ما الضرر الذي يترتب على عدم يعني هذا التبويب ووضع هذه الأرقام على هذه النصوص؟ هل هناك إشكال كبير في هذه القضية؟ ما هذه الإشكالية؟ أوريك كيف. إذا أنا داير هسي أكتب مقال، مفروض إذا افترضنا اتفاق القضايا القومية ده عنده نمرة 5، أنا بقول شنو؟ ها؟ 5.2 كده أنت بتقدر تمشي يعني في الإحالة المرجعية. حتى لو جينا لاحقا الأطراف جاية دار تتكلم، الإحالة المرجعية لمادة معينة أو فقرة معينة يبقى صعب جدا، يبقى صعب. وبالتالي عشان كده كل بنود الاتفاقية تدرك في وثيقة واحدة مبوبة وتبويب جيد. وفي في 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 صور جاتنا قبل كده غير نهائية كان فيها خلط كبير، يعني يقول لك المادة 12 لما تخش جوا الفقرات التفريعية المفروض تبدا 12-1 12-2 بادي 11-1 11-2 وهكذا. نعم. ففي مشكله في طيب دكتور اشكالات نعم. فنيه زي دي لا ينبغي ان يقعوا فيها. نعم طيب الان انت تتحدث عن عيوب في هذه الاتفاقيه، في صياغه هذه الاتفاقيه، في اللغه المستخدمه، في الحشو وكثره المفردات والنصوص، ولكن في متن الاتفاقيه لا يوجد اشكال. هل هذا صحيح؟ ما هي هذه الإشكالية؟ ما هي إذا كان هسي يعني مثلا قال لك في القضايا القومية في المادة 1-7 الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسة. المؤسسات الدينية دي الكنيسة، المسجد، ثلاثة الأوقاف. المسجد بيخش في متين المسجد دخل في المسجد عنده صفة في مجلس الوزراء، يعني المساجد عندها صفة في مجلس الوزراء. الكلام بيدور حول فصل الدين عن الدولة. لما تقول مؤسسات الدينية ومن غير ما تسوي المؤسسات الدينية، دي من المؤسسات الدينية دي؟ ولكن هناك وزير مسؤول من هذه المؤسسات، من الكنائس، من المساجد. دي وزارة الأوقاف. وزارة الأوقاف نعم. دي وزارة الأوقاف. الإشكال السياسي الداير فيه إشكال حقيقي هو فصل الدين عن الدولة، بحيث أن الدولة تقف موقف واحد من كل الأديان. ألا تكون للدولة دين معين، لأنه زي ما قال دكتور جونغرانغ في يوم شفت يوم الجمعة الدولة مش صلت في الجامعة ولا مش الكنيسة ولا حد، فالدولة تقف موقف. وبالتالي ده الإشكال اللي فيه النقاش. ولكن الدولة هي مجموعة الأفراد الذين يعني يعيشون فيها ويقتلون يا دكتور. طيب ما المشكلة شنو؟ هو عندك تركيا الليلة في الدستور مكتوب تركيا دولة علمانية وحاكمينها أخوان مسلمين، ولكن وصلوا لهذه بالانتخابات يعني. احنا دايرين نبقى زي ده، دايرين نبقى زي طاجيكستان، دايرين نبقى زي اوزبكستان، دايرين نبقى زي التشاد القريبه دي، زي اريتريا، زي تونس، زي تركيا. الدوله علمانيه، لانه الدوله لما علمانيه، العلمانيه لعلمك هي ليست مذهبا فكريا تؤمن به انت واكفر به انا. العلمانيه شرط من الشروط البنيويه للدوله الوطنيه. لو فقدتها الدولة الوطنية بتتفكك باي ديفولت. نعم سأعود لهذه النقطة بالتالي بشيء من التفصيل يا دكتور. بالتالي النقطة هنا ده ده حشو ساي. طيب ودي ده لوب هول. طيب دكتور دعني أتساءل، يعني في تقديرك هل هذه الاتفاقية خاطبت جذور المشكلة السوداني أم لم تخاطبه؟ طيب أنا أوريك إذا كان خاطبت جذور المشكلة أديك مشكلة المشاكل.
في النازحون واللاجئون. ما خطبت ما قالت في نازحين، ما ورد النازحين ديل، قالت النازحون يقصد بهم جميع الأشخاص الذين أجبروا أو اضطروا إلى الفرار من منازلهم أو أماكن سكنهم المعتادة نتيجة للنزاعات في دارفور، والذين لم يغادروا البلد عبر أي حدود معترف بها دوليا. المشكلة شنو؟ طلعوا كيف النازحين في دارفور ديل جو ناس جابوهم من تشاد والنيجر ومالي، والدولة أدتهم سلاح وطردوا النازحين ديل، عارفين قريتهم ساكنين فيها هذه ناس فلان ناس فلان ناس فلان. وصف المشكله، وصف المشكله. انت ما وصفت المشكله اصلا، انت بس جيت قلت لي النازح كذا. هو النازح تمت معرفه مشكله النازح، تمت يعني معرفته بغض النظر عن ذكر سبب نزوحه او طب انا اوريك تمت معالجته كيف. قال لك يتمتع النازحون واللاجئون بالحق في العوده الطوعيه والمواطنه، كويس، يتمتعوا بالحق. هم اصلا طلعوا من قريتهم ليه؟ قريتهم هسي فيها ناس قاعدين. المشكلة أنك الناس اللي قعدوا ديل قعدوا كيف؟ أنت ما خاطبت جزر الأزمة. ولكن الناس اللي قعدوا ديل القاعدين في أنا الليلة عندي قريتي في 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 دارفور. أنا عايش في معسكر النازحين زي معسكر كريندين. ناس معسكر كريندين عارفين قريتهم وقاعدين فيها من هسي. كده وصف لي المشكلة شنو؟ أنت هنا عملت الموضوع ده. شوف، يلتزم الطرفان بمبادئ وحقوق العودة التالية. يتمتع جميع النازحين واللاجئين بالحق في اتخاذ قرار بوعي تام للعودة الطوعية. هم اللي يتخذوا قرار. يعني لو قال لك ما دارين نرجع خلاص، أنا 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 هسي نازح. لو ما الناس في قريتي القاعدين محتلين قريتي بالسلاح وعندهم قوة معترف بها نظاميا، كويس، لو ما دي العالج تلي مشكلتهم ما تقول لا ارجع هناك، لانه في ناس رجعوا قتلوهم. لكن في نصوص الاتفاق وفي بنود هناك معالجه للذين يقطنون يعني في الارض. قولها لي. هي اصحاب الارض و قول لي. يعني ما تابعنا في نصوص وتحدثوا ايضا عن في مساله الحواكير والارض يا دكتور. يا سيد انا دي الحاكوره دي ارض كبيره جدا. الحاكوره دي زي الاستوديو ده. لكن القريه الساكنين فيها هي زي الترابيزه دي. القريه دي قاعدين فيها ناس جو من كلهم جو من خارج السودان وطردوا الناس اللي قاعدين. انت دي جزر اول حاجه وري ليه في نازحين. في هذه الاتفاقيه يتكلموا عن النازحين واللاجئين كما لو كانوا باثر الحرب. الحرب بين الحركات والحكومه، مثلا في 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 جنوب السودان الحرب لما كانت بين الحركه الشعبيه وحكومه السودان في ناس اتضرروا من الحرب وفاتوا. لكن النزوح واللجوء في دارفور لم يحدث بهذا السبب. حدث لانه الحرب قامت لانه الحكومه جابت ناس من خارج الحدود ادتهم سلاح ووطنتهم، والموضوع ده ما زال ماشي. وبقى عندهم ميليشيا اثنيه، الميليشيا الاثنيه دي ذاتها معترف بها هنا، ده اسمها الدعم السريع. دي الحقيقه. وقائد الدعم السريع ده ذاته هو رئيس التفاوض. ولكن الحكومه هي التي اختارت يعني، والحكومه وكل كل كل وفد له يعني حق ان يختار حق من يفاوض باسمه. انا ما قلت لك اختاري اختار اي زور، كويس، لكن لما تختار اي زور حل المشكله. انت عارف الشيء الواضح في مسار دارفور لما النصوص كلها معومه لوب هولز، لكن لما نجي للمحاصصات الكلام واضح. كذلك في اتفاق الجبهه الحركه الشعبيه بقياده مالك عقار وياسر عرمان الكلام كله معمم، ممكن اقراه ليه كله لوب هولز، لكن لما نجي للمحاصصات الكلام واضح. فالاتفاقيه دي اتفاقيه محاصصات. طيب دكتور، لا تعالج اي شيء على الارض. نعم دكتور، من يتحمل هذا الخطا؟ يتحمل مسؤوليه الشعب السوري. يعني من يتحمل؟ الجهات الحامله للسلاح ام الحكومه التي تفاوض هذه الجهات؟ والله انا اللي قلت كلام. اولا ما لمسته في وفد الحكومه هو وفد غير مؤهل فنيا. التفاوض علم بيدرس. ماذا تعني بانه غير مؤهل فنيا؟ ما عنده فكره عن التفاوض. يعني انا اديك مثال في التفاوض. لما نيجي نمضي اي اتفاق، واحده من قواعد علم التفاوض بيقول لك الشيف نيغوشيتر، الطرف ده والتشيف نيغوشيتر بيجاي والتشيف ميدياتر دير البوقع. التشيف نيغوشيتر بيجاي اللي هو احلى شخص في وفد الحكومه واعلى شخص في وفد الحركه المفاوضه واعلى شخص في الوساطه دير البوقع. ده
اتفاق السلامة النهائي بين حكومة السودان الانتقالية والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية حول قضية السودان في المنطقتين. أول حاجة قضية السودان في المنطقتين فيها مشكلة. تعال نشوف التوقيع هنا ده. الموقع عن الحكومة ثابت حامد هجانة عن حكومة السودان الانتقالية. هل بعد ده في أي صفة ثابت ده شنو؟ عندك الفريق إسماعيل خميس جلاب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال الجبهة الثورية. ده معروف توصيفه شنو؟ هنا تدقى الواق مانيمي مستشار رئيس جمهورية السودان رئيس لجنة الوساطة. مولانا ثابت حامد هجانة ده صفته شنو؟ هل مكتوبة هنا؟ ما مكتوب. نعم ولكن يمثل الحكومة. لا 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 أنا بس أقول لك مكتوب ممثل ما صفته شنو في الوساطة؟ مكتوبة صفته؟ هل مكتوب؟ ما ده خميس جلاب هو الأمين العام للحركة الشعبية عشان كده هو وقع باسم الحركة الشعبية. وتوت جلواك مانيمي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية رئيس لجنة الوساطة. مولانا ثابت حامد هجانة ده صفته شنو في الوساطة؟ عندك فكرة؟ لا. مولانا ثابت حامد هجانة ليست لديه أي صفة دستورية، هو مجرد قانوني في ديوان النائب العام موظف تحكومة، ما عنده أي صفة سيادية. يعني أنت عشان تمشي الاتفاق ده يتنفس، الحكومة لو ما طلت إلا تمشي لمولانا تجسر الحبر تقول له يا أخي واحد موظفينك مضى. ده صفة شنو في الحكومة؟ ده ما عنده صفة، ده لا رئيس لجنة وساطة، لا هو رئيس لجنة وساطة، هو عضو لجنة وساطة وعضويته دي بصفته مستشار قانوني جاي من النائب بديوان النائب العام. ماضي عن حكومة السودان، هو لا يملك صفة دستورية. ده في علم التفاوض إذا يا عامله مخصوص أنت عشان تتنصل يا عامله عن جهل. بعد ده ورينا هم عملوا لي. طيب يا دكتور، يعني هذا الخطأ ما هي الإشكالات التي يمكن أن تترتب على يعني عدم معرفة وفد التفاوض بأبجديات التفاوض التي تحدث اللي هو عنه. أديك مثال في علم التفاوض يقول لك لو الطرفين كونوا لجنة مصغرة سب كوميتي، السب كوميتي بتكون مفوضة تفويض تام، أي قرار تتخذه ملزم للدولة للوفد اللي بتمثله، والسب كوميتي دي لابد يناس يعني رفيعين في تراتبية وفدهم. مثلا في مفاوضات السلام مع الحركة الشعبية تحرير السودان الشمال كوننا لجنة مصغرة، أنا نائب رئيس وفد التفاوض عن الحركة الشعبية، كنت رئيس الطرف اللي بيمثل الحركة الشعبية، ومعي ثلاثة فيهم سكرتير العدل في الأراضي المحررة، وفيهم سكرتير النيل الأزرق، وفيهم سكرتيرة المرأة. في المقابل وفد الحكومة جاب لنا مولانا ثابت حامد هجانة ده رئيس اللجنة، وبعديه مدير مكتب وزير العدل قانوني في وزارة العدل، شمس الدين ضو البيت اللي هو بتاع منظمة مجتمع مدني، و الصادق اسماعيل بتاع منظمة مجتمع مدني. انا اول ما قال صفته انا اتكلمت مع الوساطة، قلت لهم حتى اعضاء الوفد قالوا ما بنقعد مع اللجنه دي لجنه غير مفوضه، لجنه ما في زول فيه عنده صفه دستوريه، وبما انه ما عنده صفه دستوريه ما مفوضين. والوساطه قالوا يا جيف ات تراي، حاولوا بس احتمال تطلع بحاجه. قلت اوكي، لان احنا اعتدنا من اول يوم انه شفنا عدم الكفاءه الفنيه في وفد الحكومه. وماذا يضير يا دكتور؟ يعني أضر شنو؟ أضر ضيعنا الوقت، قعدنا قدمنا تنازلات ما بعدها تنازلات. الكلام كان شنو؟ تنازلات من جانب الحركة الشعبية، من جانبنا قدمنا تنازلات أقصى تنازلات يمكن أن يقدمها طرف. طيب ماذا قدمتوا؟ قدمنا كالآتي في اللجنة. نحن طبعا هسه جايين للنادي، لكن أنا ضربتك مثال عن لما يجي شخص غير مفوض أصلا وما عنده موقع عالي في التفاوض يوقع. السودان دولة يتفاوض الطرفان حول علمانية الدولة وفصل الدين من الدولة مقابل تقرير المصير، وذلك في سبيل بناء دولة السودان، وذلك في سبيل بناء دولة السودان. ده الموجه التفاوضي. الموجه التفاوضي ده أخذناه من الوثيقة الدستورية جابته الحكومة. ده نقطة كسبناها، نحن اتنازلنا فيها قبلنا حاجة حقتهم. قالوا شيلوا العلمانية، أنا قلت شيلوا العلمانية.
شيل فصل الدين عن الدولة، شيل يتفاوض الطرفان حول، ما شلنا علمان يتفاوض الطرفان حول فصل الدين عن الدولة، شيل فصل الدين عن الدولة، يتفاوض الطرفان حول إشكالية علاقة الدين بالدولة، شيل إشكالية، شلت إشكالية لما يجي، وذلك مقابل تغيير المصير، مقابل يعني ده مقابل تغيير المصير. قالوا شيل تغيير المصير، ولما بعد ما في شلة قدموا لنا تنازل واحد، اتضح في النهاية قالوا شنو؟ قالوا نرفع الاجتماع عشان نشرب شاي، والشاي قاعد في القاعة، وطلبش اشرب شاي وجيب لي معاك الشاي قاعد. نحن قدمنا 5 نقاط ولا نقطة ما قدمت. ليه تعرف؟ لأنه ولا واحد فيهم كان مفوض يقدم ايش، مدينهم توجيهات بس. وده ده كان ما درجت عليه الحكومة. لكن هنا في الاتفاقية دار أقول لك شنو؟ دار أقول لك من الأخطاء الفنية أنك تجيب شخص ما عنده أي صفة دستورية، ويجي شخص غير التشيف نيغوشيتر بتاعك يمضى، ده خطأ كبير، خطأ فني غير مقبول، ولا يمكن أن يتحقق إما بسوء النية يكون مقصود ووراءه سوء نية، أو يكون السبب وراءه عدم الخبرة وعدم المعرفة الفنية بقواعد التفاوض. نعم. طيب دكتور، الحركة الشعبية رفضت رئاسة وفد الحكومة أو رئيس وفد الحكومة، في حين يعني لكل جهة تحديد من يمثلها، يعني لماذا ترفضون رئيس وفد التفاوض؟ يعني وهم قبل كده في حين انكم يعني انتم قبل كده قدموا وقالوا برضه رفضوني، يعني انا قالوا ما قايليني الحكومة عمل كده ايا كان اسبابه. لكن ده ما الموضوع، اي دمج في اتفاقية دارفور يا دعم السلعي ما داخل فيه، بيميزوا المؤسسة العسكرية تشمل الجيش والدعم السريع. لما يجوا في الدمج ما بيقولوا المؤسسة العسكرية، بيقولوا الدمج في الجيش والبوليس والأمن، الدعم السريع برا، باعتبار أنه الدعم السريع جزء من الجيش يعني. لا لا، الدعم السريع ما جي، ما أنا بوريك التعريف، ما في تعريف. المؤسسة العسكرية تشمل الجيش وتشمل الدعم السريع، ده في التعريفات هنا في الاتفاقية قدامي مفتا عين. اعترافا بالدور الكبير الذي قام به شهداء القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، لهم حاجة واحدة ما بيذكروا الدعم السريع، عشان تعرف قوات الدعم القوات المسلحة دي الجيش، والدعم السريع حاجة تانية. وبالتالي فيما يتعلق بالحركة الشعبية، الدعم السريع نقض وقف إطلاق النار، انتهك وقف إطلاق النار في خور ورر، واحتل خور ورر، وهي أراضي تابعة للحركة الشعبية. لما نقول وقف إطلاق النار، كل زول بيقعد في حتته، ما في طرف انتهك، بجانب إنه قوات الدعم السريع بكل التقارير الواردة في دارفور متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. لما الكلام ده حصل، الحركة الشعبية قالت ده إما مضيعة وقت أنك تجيب شخص بينتهك وقف إطلاق النار وبيحتل أراضي، وهم في رأيهم في رأي الحركة الشعبية بيتزعم قوات بترتكب جرائم ضد الإنسانية، ده ما بيجيب سلام. دكتور، أنتم تفاوضون على علمانية الدولة؟ لا نفاوض علمانية الدولة نحن أبدا. نحن قلنا لو الدولة ما استعادت علمانيتها يبقى ما في سلام بيه. وهل هي كانت علمانية في يوم من الأيام؟ لغاية 83 الدولة في السودان علمانية، الدولة علمانية في السودان لغاية سنة 83 عندما استنى قوانين سبتمبر اللي هي ما زالت مستمرة. وفقدت الدولة علمانيتها، وبمجرد أن فقدت الدولة علمانيتها بدأت البلاد تتشظى وتوسعت دائرة الحرب الأهلية. سنة 98 في إعلان المبادئ في نفاشة مكتوب الآتي: السودان دولة موحدة علمانية تقوم على فصل الدين من الدولة، أو يعطى جنوب السودان حق تغيير المصير. الناس الإنقاذ قالوا شنو؟ قالوا يعطى حق تغيير المصير مقابل عدم علمانية الدولة. وبعدين من الذي أتى بكلمة تغيير المصير؟ علي الحاج ممثل حكومة السودان التقى عام 92 بلاماكول في جنيفا، قال لي نحن مستعدين نديكم تغيير المصير. حكومة الإنقاذ الدينية واللي ما عندها دين أصلا لكن تسن القوانين الدينية وتستغل الدين، هي التي فتحت أذن وعين الجنوبيين لتغيير المصير. أيوة. ليه؟ لأن الدولة الدينية لا ترعى حرمة الأرض أصلاً. والدولة الدينية أصلاً، الدولة الوطنية لما جاءت بموجب اتفاقية واستفالية سنة 1648
الدولة الوطنية قال لك هي لا تتدخل في ضميرك، أنت دينك شنو؟ هي ما دخلها، أنت مهم مواطن صالح تدفع الضرائب بتعمل. الدولة الوطنية زي ما أنا قلت لك هي علمانية بنيوياً، استراكشرالي علمانية. طيب يا يعني دكتور. ليست في دولة، يعني العلمانية ليست، ناس كتار بيفتكروا العلمانية هي مبدأ مذهب فكري أنت تؤمن به وأنا أكفر به، أبداً. دكتور. في نفس الوقت ناس كتار بيفتكروا أن العلمانية هي ضد، هي العلمانية الدولة أنت دينك شنو؟ بيساعدك وتأمن لك كل الجو المناسب عشان تمارس عباداتك، لكن ما بتتدخل في ضميرك تحدد انت دينك وتفتش في ضميرك. الدوله العلمانيه ما بتعمل كده، ونحن كنا دوله علمانيه لغايه 83. طيب بعد 83 دكتور فيه والاديان بتمارس وكل الشعائر بتمارس دكتور، لكن مما فقدت الدوله، فقدت علمانيتها الحروب بدات 83 والسودان بدا يتشظى وانتشرت الحروب. طيب يا دكتور، هل حكم السودان يعني ب ب ب ب بشريعه اسلاميه او بقانون اسلامي، او يعني هل 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 السودان كان دوله اسلاميه بعد العام 83؟ لا لا لا، اساسا لا توجد دوله اسمها دوله اسلاميه اصلا، ما في. التسميه دي ذاتها تسميه ملبسه، شفتها اصلا ما في حاجه زي دي. يعني الحكم العباسي كان حكم اسلامي، شنو الاسلامي فيه؟ وبالتالي دي اساسا تسميه جابوها ما يسمونه بالاسلام السياسي، دايرين يركبوا ظهر الدين كيما يصلوا الى الدنيا. وشفنا ناس الانغاز ما جو باسم الدين في النهايه نهبوا وسرقوا، ويعني من غير اختشى كمان. وبالتالي الدوله زي ما قلت لك نحن كنا دوله علمانيه، تشات هسه مكتوبه دوله علمانيه، نبقى زي تشات، نبقى زي اريتريا، نبقى زي غانا، نبقى زي السنغال، نبقى زي مالي، نعم لنبقى زي كل دول العالم. طيب سأعود لهذه النقطة. دكتور محمد جلال هاشم، نائب رئيس وفد مفاوضات الحركة الشعبية لتحرير السودان، ولكن عقب الفاصل كونوا معنا. أهلا بكم من جديد في أجندة الساعة لهذا اليوم. من خلالنا نتحدث عن اتفاقية سلام جوبا من وجهة نظر مختلفة برفقة الدكتور محمد جلال هاشم، نائب رئيس وفد مفاوضات الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال. مرحبا بك دكتور من جديد. ألف مرحبا. طيب دكتور، أنت أشرت إلى أن المؤتمر الوطني هو من يعني قسم البلد وأعطى حق تقرير المصير للجنوبيين من خلال رفضه لعلمانية الدولة. معلوم أن مقررات أسمرة للقضايا المصيرية، تجمع في أسمرة، كان قد أعطى أيضا الحركة الشعبية حق تقرير المصير، وهو سابق للمطور الوطني في هذه النقطة تحديدا. طبعا أصلا المطور الوطني سنة 92 أعلن استعداده لإعطاء الجنوب تقرير المصير لإضعاف الحركة الشعبية، ونتيجة لذلك حصل انقسامات في الحركة الشعبية. كيف الأضعاف؟ ما الحركة الشعبية تحارب من أجل السودان موحد، وقوام الجيش تاريخيا الحركة الشعبية لما قامت، قامت في بدايتها على جنود من جنوب السودان، وعدد المقاتلين من الجنوب كبير جدا فيها. بالتالي الجنوبيين ليه تقاتلوا من اجل الشمال والسودان اللي بتضهدكم؟ ما تطلعوا اعبروا دولتكم. في يوم من الايام الجنوبيين كانوا بيقاتلوا من اجل الانفصال. فهسي بدل وانقسمت مجموعه الناصر، جاءت تطالب انفصال جنوب السودان بناء على العرض اللي قدمته حكومه المطور الوطني بتغيير المصير. بقى الحركة الشعبية عشان تحافظ على موقعها التكتيكية تبنت تغيير المصير، لكن مشروط بشنو؟ في حال عدم تحقيق دولة علمانية. ده جاي يتجسد وين؟ سنة اتفاقية الخرطوم للسلام التي عقدتها حكومة المطور الوطني مع مجموعة الناصر التي انفصلت عن الحركة الشعبية، وفي دستور 78 أعطوا جنوب السودان تغيير المصير. دستور 98 ايوه اعطوه تقرير المصير، دي اتفاقيه خرطوم للسلام، عشان تشوف النيه المبيته من جانبهم. فلما جاءت الحركه الشعبيه في اعلان المبادئ بتاع
نفاش اعلان مبادئ. الحركه الشعبيه خطت الدوله السودان الدوله الموحده الدوله العلمانيه، واذا حكومه الخرطوم رفضت يمشوا لتغيير المصير، حكومه الخرطوم رفضت لا تمشوا لتغيير المصير، وبالتالي حكومه الخرطوم هي التي صنعت شروط الانفصال. واذا كانت الحركه يعني متمسكه بخيار الوحده، لماذا لم تمضي في هذا الطريق حتى النهايه؟ يعني تفقد جنودا لانه الحرب طوالت والضحايا كثيرين. الدوله بدات حولت الحرب الاهليه للجهاد، وبدأوا يجاهدوا ضدهم باعتبارهم كفار، ودخلت معها فكره السبي والتسري وكل الاشياء التي لا تنتمي لهذا العصر دخلت فيها، وبالتالي وحتى وصل الاسترقاء كما حدث 88 في مذبحة الضعين حسب ما قالوا عشاري وبلده. بالتالي الحرب طالت وبقى واضح انه ما في لها حل، بقى في نفس بناء على يعني انت الليله الحكومه دي ما ابو الجميع. فاذا انت اخوان في البيت وابونا متبري منك اللي بقاعدك في البيت شو؟ ما بتقعد بتطلع. فده اللي حصل. الحركة الشعبية عشان ما تفقد مقاتلينها شرطت القصة بشنو؟ بدولة تكون دولة علمانية كما هو حال الدول في كل العالم باستثناء 5 دول، لا دول فقط ممكن أسميهم لك، 5 دول متخلفين عن هذا العصر ب5 قرون. العالم ده كله الدولة الوطنية فيه من 1648. الدولة لا تتدخل في ضميرك انت شنو، تساعدك انت مسيحي، تساعدك وتوفر لك كل العوامل الضرورية عشان تمارس عبادتك، انا مسلم تساعدني وتحميني، دي الدولة. دكتور ماذا تعني بالتدخل في 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 يعني في الضمير؟ في الضمير. ما هسه شفت بتاع التعديلات بتاعت وزير العدل ده؟ هسه التعديلات اذا في نفرين شاربين كحول، واحد مسلم يتعاقب، الثاني ما مسلم ما يتعاقب، الدولة تفتش ضميرك. ده مثال واضح جدا. بعدين يدخل في كل شيء. يدخل في حاجات كثيرة جدا. طيب ما يعني ما الأنسب في هذه الحالة دكتور؟ الأنسب هي أصلا زي ما قلت لك زي الدول في العالم كلها الليلة 400 سنة. الدولة الوطنية دولة علمانية 400 سنة. ليه مش علمانية؟ لأنه الناس علمانيين، دي ما دي حاجة ثانية. الدولة علمانية زي تركيا دي. رجب طيب أردوغان إسلامي وأخو مسلم، الليلة حاكم تركي والمساجد قاعدة في تركيا والناس ما في زول، وتركيا في الدستور فوق مكتوب تركيا دولة علمانية. طاجكستان أوزبكستان كازاخستان دي نسبة المسلمين فيها 94 و97%، كل الدستور مكتوب الدولة دولة علمانية. تونس ها تشاد أريتريا ها مالي السنغال كل الدول، كل الدول الدائرة يقولوا لك انه الحصل عندنا ده ارتداد وانتكاس في تطور السودان. نحن رجعنا 400 سنه لورا. لما ترجع 400 سنه لورا تعرف تتدهور في شنو؟ تتدهور في كل شيء. لو جيت الليله ده تلعب كره القدم انت ما بتقدر تنافس، ولكن لا تنافس كره القدم، لا تنافس ولا ايش. بعدين اكو على ضوء كده الدوله بتميز بين الناس كمان شنو؟ جندريا جندريا، وبالتالي بقت الدولة شغالة بالفارغة. البنات لبسوا طرحة ولا ما طرحة؟ ما لبسوا، لبسوا طويل ولا ما لبسوا طويل؟ بينما ده ما شغل الدولة. لما الدولة تشتغل بالفارغة وتخلي المليانة هو بيحصل لنا الحاصل ده الليلة، بيحصل لنا الحاصل ده. وبالتالي الحاصل التدهور الحاصل في السودان سببه الدولة الدينية دي. طيب دكتور، لأن العصر ده ما في دولة دينية. دكتور يعني الآن أنت تتحدث عن أشياء يعني الدين يحكمها بإقامة حدود، يعني مثلا الزنا شرب الخمر يعني تعرف أنا أحكي لك قصة إنه كل القوانين الجزائية الإسلامية أي قوانين جزائية عقابية في العالم لا تمس من المجتمع غير 5%. يعني ممكن تجد إنسان قبل كده في مرة كبيرة جدا في السن عمرها 96 سنة، أنا كنت في أوكسفورد وهي كانت هناك زي أمي كده، فمرة سألتني قالت لي
صحيح انت في عدد كبير في المسلمين بيفتكروا لو الدولة طبقت القوانين الجزائية المنصوصة في الإسلام المشاكل الاقتصادية الاجتماعية just like that تتحل. قلت لا أبدا، ما عدد كبير يكاد يكونوا 90 أو 95%. My goodness، قالت يا إلهي يا إلهي كيف ده؟ قالت أنا عمري 96 سنة عمري ما وقفت قدام قاضي. القوانين الجزائية الموجودة في العالم كلها لا تعنيني في شيء، وأنا هسي ماشي أموت. قالت لي القوانين الجزائية دي لا تختص إلا ب5% من المجتمع، وال5% الذين طالتهم يد العقاب. الدولة مسؤولة عن 95%. عمل شنو ال95%؟ عشان كده لما انت الدولة تركز همها في كيف تجلد وكيف تقطع بتخلي معاش الناس. طيب. عشان كده احنا الليلة جينا في الدولة دي لما الانقاذ انتهت، لو عايز تشتري شوال بتاع تفاح بتشتريه، ولكن لو عايز تشتري 5 رغيفات ما بتقدر تشتريها. التناقض ده سببه الدولة الدينية، لأن الدولة خلت المليانة واشتغلت الدولة. الدولة، طيب الدولة عاملت 95% من المجتمع باعتباره 5%. بقى همها كله البوليس، كل المؤسسات العدلية همهم كلهم بقى العقاب وليس حماية الحقوق. كل المؤسسات العدلية في المجتمع في الدولة وظيفتها الأولى حماية الحقوق. نعم. عشان كده لما انت تشوف البوليس مفروض تشعر بالطمأنينة. نعم. لكن إذا انت شفت البوليس وخفت منه بيبقى شنو؟ بيبقى الدولة بتعامل المجتمع كما لو كان هو 5%. طيب دكتور، يعني الحركة الشعبية الآن في تفاوض مع الحكومة تتمسك ب أو تتمسك بعلمانية الدولة مقابل يعني تقرير المصير، هل للحكومة الانتقالية البت في هذه المسائل؟ هي حكومة انتقالية وهذا أمر هم الشعب يعني مفروض تفتي في وجهها. أه. الحكومة الانتقالية دي جات بشرعية شنو؟ ثورة. شفت الثورة الشعبية لا شيء يعلو عليها. الشرعية الثورية اللي قامت بالشعب ما في تاني سلطة أعلى منها. لو في سلطة أعلى منها ورونا لها شنو؟ المجلس التشريعي المنتظر تكوينه. المجلس التشريعي ليه ما تكون؟ مش في الوثيقة الدستورية تكون في شهرين؟ نعم 60 يوم، لأنه تم انتهاك الوثيقة الدستورية. عشان كده المليونيات طلعت في 30 من يونيو مرتين. أنا أقول لك حاجة، الشرعية الثورية تجيز أي شيء، لكن أجيك حاجة من حتة ثانية. الفترة دي محكومة بالوثيقة الدستورية ولا محكومة بحاجة ثانية؟ الوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية قالت تجيب السلام في 6 شهور. اوكي، والمؤتمر الدستوري يعقد قبل نهايه الفتره ما تنتهي، يعني يقول في اخر 6 شهور من 3 سنين. يبقى بموجب الوثيقه الدستوريه يجيبوا السلام في 6 شهور. مش هو السلام، الحركه الشعبيه عندها اراضي محرره في كاودو في جنوب في كردفان، في جبال النوبه وفي النيل الازرق، تساوي مساحه دولتي رواندا وبوروندي مجتمعتين. واقامت دوله اقامت دوله وشهد عليها رئيس الوزراء لما مشى قال رأيت الدولة بكامل مؤسساتها. طيب وكم كم دليل تساوي يعني هذه المنطقتين مقابل لا 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 السودان يعني عوما تبقى من السودان؟ ما أسمع كلامي. هو المسألة بالنسبة لهم نحن عندنا دولة علمانية جبناها بذراعنا. وين دي؟ هي في الأراضي المحررة. طيب عملناها بذراعنا، نتخلى عن دي نمشي للدولة الفاشلة اللي حتتفكك أكثر لأنها دولة دينية غير علمانية. ليه تفك عصفور في يدك مقابل 100 عصفور في الشجرة؟ إذا كان السودان الآن أنت شايفه ما قادرين يحققوا الأمن لا في دارفور لا في كسلة لا في داخل كادوغلي لا في بورسودان في مدن. شنو المغري للحركة الشعبية التخلي ده كله عشان تيجي تخش في زي ما واحد وصفه بكل أسف قال جبانة هايسة؟ شنو المغري؟ الحركة الشعبية قالت أنا عندي شيء عملته، وقالت أنا اصلا شلت السلاح ضد الدوله الدينيه، والدوله الدينيه لا زالت قاعده. عمر بشير فات، عشان كده انا وصفت قلت شنو؟ قلت ثوره عظيمه غير مسبوقه. لكن لازلنا في مرحله الانقاذ 3. لماذا؟ ماذا الحاصل؟ طيب دكتور يعني الانقاذ قاعده بقوانينا، الانقاذ قاعده بكوادرنا المليانين في الاجهزه. شوف هسه المظاهرة بيجوا طالعين للجيش ناس فلول النظام البايد يطالبوا باستلام السلطة. شوف البلاغ المفتوح في بري في مسيرة أول امبارح، القبضوا فيها عربات وفي متقاطع استخبارات عسكرية. كان مزورقة صحيحة ما أعرف، لكن تم تحريزها في
وقبضوا ناس من القوات النظامية، وقبضوا زول فريق في الجيش قال أنا ملازم أنا في الحركة الإسلامية ولا إلى الحركة الإسلامية، وكان داري يعمل انقلاب. لما الإنقاذ دي جات فصلت بين عشية وضحاها مئات الآلاف من الذين لا يوالونها. نحن ناس قلنا الناس القاعدين بالتمكين يقالوا في كل الخدمة المدنية والجيش والبوليس والأمن يقال، والميليشيات الإثنية كونت الإنقاذ تفكك. نعم. طيب دكتور، الآن أنت ترى أن الحكومة يجب أن تتفاوض مع الحركة الشعبية على علمانية الدولة، يعني من وجهة نظر مش تتفاوض يا سيدي أديك القصة، لو الدولة في السودان ما استعادت علمانيتها واستعادت صحتها مش الحركة الشعبية، الحروب حتقوم في حتات تانية. هسي الليلة الحاصل ده دولة الإنقاذ درجت على الآتي، تجيب ناس أنا أسميتها في كتاباتي إعادة ترسيم الخريطة الديمغرافية، إعادة هندسة الخريطة الديمغرافية، ديموغرافيك إنجينيرين. تجيب ناس من تشاد والنيجر ومالي توطنهم تديهم سلاح تمكنهم يطردوا أهل البلد، تجيب ناس من أريتريا قاعدين في بلد. تجي تديهم، أنا من الناس الذين أنا أؤمن أنا بنتمي في مؤتمر كوش في 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 المانيفيستو بتاعنا، أي مجموعة ثقافية منقسمة حدوديا وصولها في السودان منقسمة حدوديا هم سودانيين. أنا الليلة بنتمي للمجموعة النوبية في الشمال، عندنا تلت النوبيين موجودين في مصر، أنا بؤمن بأن النوبيين في مصر دي المفروض يكونوا سودانيين. الليلة بني عامر مقسومين بين السودان وأريتريا، أنا بفتكر بني عامر في أي حتة المفروض يكونوا سودانيين. لكن لو أي واحد من أهلي في النوبة المصريين قبل أن تستخدمه الدولة لترويع أي سوداني ولقتل أي سوداني أو لتميزه على أي سوداني، أنا بفتكر هذا الشخص لا ينبغي أن يكون سوداني ولو عاش في السودان ألف سنة. التالي إذا كان في الليلة فيه، أنا لا أتكلم عن المجموعة الثقافية، أنا أتكلم عن الأفراد، لأن المجموعة الثقافية دائما بتكون ضحية قياداتها. إذا الليلة في ثبت أنه في مجموعات لاجئين جو من تشاد من البني عامر من الحباب، أنا أفتكر دي السودانيين ولا محتاجين يرجعوا هنا. لكن أي ناس منهم يقبلوا بأنه الدولة تسخرهم وتمكنهم عشان تضعف بهم أي مكون سوداني آخر، المجموعات القيادية هذه لا ينبغي أن تكون سودانية ولو عاشت في السودان ألف سنة، يرجعوا المحل ما جو. كذلك في تشاد والنيجر ومالي المجموعات العربية اللي أصولها في السودان، أنا أفتكرهم كلهم سودانيين. لكن لو الليلة جاءت قياداتها عشان يمكنوهم ويطردوا أهل البلد ما بيبقوا سودانيين. نعم. طيب دكتور، الحركة الشعبية يعني ممثلة في الحلو شاركت في حكومة جنوب كردفان بموجب اتفاق 2005 الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية. في ذاك الوقت الحلو لم يتحدث حينها عن علمانية الدولة أو حق تقرير مصير حتى خرج. شوف لماذا في هذا التوقيت بالذات تثار هذه القضايا والنقاط؟ دار اوريك ما الناس بتتعلم. الناس افتكروا التحول الديمقراطي لما تناقشوا في اتفاقيه النفاش، كانوا بيفتكروا التحول الديمقراطي الحقيقي لو حصل هو سيفضي الى ان تستعيد الدوله علمانيتها. كويس. واتفاقيه النفاش جت بضمانات دوليه، كويس، لكن زي ما نوتيك كان فيها لوب هولز اتاحت عدم تطبيقها. والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز حلو تعلموا دروس كبيرة جدا منها، ولهذا لا يريدون أن يكرروا هذه. بالتالي الحركة الشعبية من 2011 لما الدولة شنت الحرب على شعبي جبل النوبة والنيل الأزرق، والحركة الشعبية كان في وعيها الحركة إنه أفضل الطرق هي طريق الثورة. والثوري الحقيقي لا يساوم، الثوري الحقيقي لا يقبل بالتسويات، وده مفهوم التحرير في الحركة الأفرو عمومية كلها، مفهوم أساسي في البان أفريكانيزم، التحرير اللي هي تحرير العقول تحرير القلوب قبل تحرير الأرض. وبالتالي منذ ذلك التاريخ، وده اللي أدى بسبب هذا حصل
النزاع حول قيادة الحركة الشعبية، وبسبب القبول بالتسويات والاستعداد للقبول لقبول التسويات من قبل ياسر عرمان ومالك عقار كما هو شايفينه هنا ده في الاتفاق ده. وهل هذه تسويات يا دكتور؟ التسويات هاي مع أنها حققت يعني مكاسب كثيرة لجنوب كردفان والنيل الأزرق. وين؟ في هذه الاتفاقية. انت عارف هذه الاتفاقية؟ حكم ذاتي. أوري حاجة، انت عارف هذه الاتفاقية، أنا أقرأ لك الكلام عشان تشوف تشوف اللوب هولز. الاتفاقية دي كلها لوب هولز. السلطات والصلاحيات، السلطات الحصرية لحكومة الولاية الإقليم تكون السلطات الحصرية الآيلة لحكومة الولاية كيف؟ زي شنو؟ إعادة تأهيل وإعادة قدام المحاربين وأصحاب الهمم واليتامى والأرامل ورعاية أسر الشهداء. ده حيعملوا كيف؟ ده لوب هول، ده كلام، ده حشو ساي. يعني ده زي ده براه داير فصل كامل يوري الآليات، عمليات التعداد السكاني وإعداد الإحصائيات في الولاية. مصر لما تيجي المركز القومي للإحصاء يجي الولاية بيستعين بالولاية بيعملها، الولاية بتعملها، فتح نوافذ للسجل المدني ورخص القيادة وترخيص أراضي الولاية الإقليم والموارد وفق ما تم الاتفاق عليه، تنظيم المسائل العقائدية والدينية، الأعمال التجارية. اتخيل وثيقة الزواج وتسجيلها والطلاق والميراث والولادة والوفاة والتبني والانتساب التي تراعي الدين والعرف، تنفيذ قوانين الولاية. مصر الولاية بتنفذ قوانينها. ده انت عارف ده كله حشو. انت عارف بيبقى الكلام واضح وين؟ اوريك بيبقى واضح وين لما تيجي المحاصصات. لما تيجي شوف مفوضية تنمية قطاع الرحل والرعاة والمزارعين، تم الاتفاق على قيام مفوضيات فرعية للمفوضية القومية ده كله، دي كلها لوب هولز. لكن لما تجي انت هنا ده للسلطات، السلطات فجأة بتلقى انه في المحاصصة واضحة. لما تجي المحاصصة انه الولاية يكون رئيسها شنو؟ كذلك هنا ده. ولكن هذا امر يجب ان يحدد ويفصل يا دكتور. عين المحاصصة. شوف اللوب هول ده في دارفور. اتفقت الأطراف على قيام مؤتمرات للمصالحة والتعافي الاجتماعي على أن تتفق الأطراف على ألياتها ومواعيد انعقادها مع الالتزام بمشاركة جميع السودانيين دون عزل أحد. يعني تجيب السودانيين من بور السودان ومن كده وكلهم تجيبهم تخطهم هناك. بس ده طبعا لوب هول ما معروف يتنفذ كيف. محاربة ظاهرة الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا ضرورة لبناء المصالحة الوطنية. هتحارب كيف؟ الآلية ما معروف. أنا جايك. لكن شوف اتفق الطرفان على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا على أن يبدأ سريانها من تاريخ التوقيع. دي واضحة ليه؟ دي المحاصرة، دي السلطة. لما تبقى على السلطة عايد. اتفق الطرفان على استثناء الممثلين من أطراف العملية السلمية الموقع على هذا الاتفاق من نص المادة 20 من الوثيقة الدستورية في مجلسي السيادة الوزراء دون أن يشمل ذلك ولاة حكام الأقاليم على أن يتقدموا اشتغالاتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة. واضح دي محاصصة. حافظ السلطة لما بقى في سلطته. اتفق الطرفان على تمثيل أطراف العملية السلمية الموقعة على هذا الاتفاق في المجلس الانتقالي بنسبة 25%. واضح لما تيجي المحاصصة الأمور واضحة. لما تيجي لقضايا الناس اتفقوا يعالجوا، اتفقوا يعملوا مؤتمر، اتفقوا يكونوا مفوضية. قد ما تتكون، وإذا تكونت قد ما تكون عندها ميزانية ولا مالية، وإذا كان عندها ميزانية ومالية أداء ذاته قد يكون تعبان. ده لوب هول. الاتفاقيات دي كلها لوب هول. لما تيجي للسلطة للمحاصصة الكلام بيبقى ستريت فورورد. شوف هنا ده اتفق الطرفان على تمثيل أطراف هي مفروض تكون العملية السلمية، هنا العميلة السلمية كويس. هناك فوق أطراف العملية السليمة بدل السلمية. أنا يا أخي ده شيء طالب جامعي لو جاب لي كلام زي ده مكتوب أنا بشطب له، بقول له امشي دقق كتابتك بتاعك. ولكن يا ده دكتور اتفاق سلام قعدوا فيه الشهور دي كلها. اللغه من يعجز عن رعايه اللغه سيعجز عن رعايه شنو؟ القضيه التي تتكلم عنها اللغه. وبالتالي شوف لما تيجي المحاصصه شوف هنا ده اديك اللوب هول. اتفق الطرفان على عقد المؤتمر الدستوري باتفاق الاطراف بفتره كافيه قبل نهايه الفتره الانتقاليه. فتره كافيه هناك قالوا 39 شهر الفتره، لكن هنا فتره كافيه. 200 كافيه دي نحددها كيف؟ إذا جينا نتفق فترة كافية، أنت قلت سنة قبل الفترة الانتقالية تنتهي. أنا قلت لك ليه؟ فترة كافية دي قبل شهر بس. وما اتفقنا على الفترة الكافية معناه ما حيقوم.
يخاطب المؤتمر الدستوري القومي القضايا المحورية ويحدد كيفية حكم السودان. القضايا المحورية دي شو تقدر تسميها لنا؟ ويحدد كيفية حكم السودان. أنت وقت انقعدت في السلام ده وما حددت كيفية حكم السودان جاي مؤخرة ليه؟ وقت انت السلام في يدك. واحدة من مشاكلنا إن السودان ده يحكم كيف؟ يحكم بدولة دينية ولا دولة علمانية قومت الحرب. هو بالنسبة له دي قضية ما أساسية. وبالتالي لوب هول، شوف كل شيء لوب هول. شوف مؤتمر نظام الحكم، اتفق الطرفان على عقد مؤتمر نظام الحكم لتحديد الصلاحيات والعلاقات الرأسية والأفقية لنظام الحكم الإقليمي دون الإخلال بالالتزامات الواردة في اتفاقية مسارات التفاوض المختلفة. ده لوب هول. متى نعمل المؤتمر ده؟ نعقد قد ما نعقده. إذا قال الوثيقة الدستورية قالت شهرين يعقدوا المجلس التشريعي وما عقدوا ولا حيتعقد، وحمدوك كان عارف قبل ما يبقى رئيس وزراء إنه ما حيتعقد. وقال لي ناس قبل ما يبقى رئيس وزراء قال المجلس التشريعي قال لهم حيتأجل شهرين لكن حتيجي ديناميكيات تحول دون تشكيله نهائيا. هو قبل بدو جاي. شوف قال لك اتفق الطرفان على إنشاء نظام الحكم الإقليمي كما ورد في اتفاقية السلام على أن تتخذ حكومة السودان الانتقالية التدابير القانونية اللازمة لاستصدار قرار رسمي باستعادة نظام الأقاليم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ التوقيع. لو ما لو 60 يوم مشت وحكومة السودان ما اتخذت قرار حيعملوا شنو هي؟ ده لوب هول. زي شنو؟ جيبوا السلام في 6 شهور والسلام هسي سنة ما جاء. لوب هول. بعدين في زول بيلف حبل. شفت الاتفاقية دي كلها مليانة بـ 60 يوم و 30 يوم وحتمر وما حيحصل أي تنفيذ زي ما حصل في الوثيقة الدستورية. بالتالي هي كلها لوب هول. هم عارفينها لوب هول، عارفينها لما بتودي لا بتجيب. لكن لما تجي للمحاصصة، لما تجي للمحاصصة، شوف الضامنين الاتفاقية دي الشركاء الضامنون والشهود. اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الوسيط وأطراف الاتفاق، الحكومة والحركات، لوضع خطة، ما وضعها لسه، لوضع خطة وإجراء الاتصالات الفورية اللازمة بكافة الأطراف التي تضم الشركاء والضامنين والشهود لاتفاق السلام مع الأطراف الموقعة. أول حاجة الوساطة قالت نحن ما عندنا أي، لا نمارس أي ضغط على أي طرف من الطرفين، نحن بنتيح الجو المناسب عشان هم يتفقوا. إذا ما اتفقوا دي ما مسؤوليتنا. هسي هم حيوا بنفس العقلية، هم في أثناء التفاوض ما ضغطوا على طرفين. إذا في طرف من الأطراف نقض الاتفاقية هم جاي يعملوا شنو؟ كده وريني آلية المراقبة دي حتعمل شنو؟ آلية المراقبة تيجي الأمم المتحدة تقول لو في طرف خرق حنعمل على عقوبات عن طريق مجلس الأمن. نعم. عندها قوة لفرض. دي الضمان، الضمين، الشركاء دي المنذ ذاته. كده الشركاء دي ذاته يعني اتفق الطرفان على أن يتم الإشراك الفوري للأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الآلية السياسية والفنية التي تتولى التحضير لمؤتمر شركاء السودان. تعرف دي شنو؟ أول حاجة في 15، المادة 15 هنا، يعملوا مؤتمر شركاء السودان. بعد ما يعملوا مؤتمر شركاء السودان الشركاء ديل يبقوا في شنو؟ في الجهات التي تضمن وتراقب. انا ولو ما اتعقد المؤتمر وبقى ما في شركاء، يعني انت فهمت الاتفاقيه دي لوب هولز كيفما. طيب. اتفق الطرفان على اتفق الطرفان على تشكيل مفوضيه السلام والتي تختص بتنفيذ اتفاق السلام الشامل بحيث يتم اشراك الاطراف في اعداد قانون المفوضيه وهيكلها. شوف الكلام ده، اولا السلام ده ما شامل، بدليل انه اكبر حركتين في يدها سلاح وقاعده على الارض ما مشكل، بالتالي ده ماش سلام شامل. لكن الحكومه الان ايضا يعني وقعت اعلان، وهو اتفق مش ده اتفاق سلام؟ مش ده اتفاق سلام؟ ليه ده يكون مفوضيه السلام؟ هو السلام يتحقق تكون له مفوضيه ليه؟ لكن الوثيقه الدستوريه تقول باقامه عشان يجيبوا السلام، ما قلتوا السلام يتحقق. الاتفاقية دي هنا في المادة 15 مادة 20 مفوضية السلام من اتفاق حول القضايا القومية بين حكومة السودان انتقالية وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام في جوبا اللي توقع قبل كم يوم. دي المادة 20 مفوضية السلام. تكون مفوضية السلام ليه والسلام يتحقق؟ لمراقبة هذا السلام وتنفيذ بنوده الذي أنت ترى أنه يعني ليس هناك مدة زمنية أو سقف زمني يحدد تنفيذ هذه البنود. يا سيد ده تنفيذ السلام دي لتحقيق السلام. وبعدين شنو يقوم في إعداد قانون المفوضية وهيكلها. يعني الناس الحركات دي جاية
أنا داير أقول لك حاجة من الأشياء الكبيرة جدا هنا. دكتور دكتور أدركنا الوقت يعني دقيقتان فقط أمامنا. دقيقة دعني أسأل يعني هناك أسئلة مهمة. دكتور ألا ترى بأن هذا الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والحركة الشعبية جناح ياسر عرمان أو جناح عقار ألا ترى بأنه أضعف يعني موقف حركتكم؟ أنا في في لو سمحت يعني في نصف دقيقة لي سؤال آخر. دار أقول لك أولا القصة دي رد على الرفيق عمار رامون سكرتير عام الحركة الشعبية ورئيس التفاوض. ماذا قال؟ قال للحكومة وقال للوساطة وقال مستعدين للإعلام العالمي الحركة الشعبية وأنا سميتها أونلاين أنا موجودة في الأسافير. الحركة الشعبية أونلاين تحدد تقول نحن قاعدين في الحتة الفلانية في جبال النوبة أو الحتة الفلانية في النيل الأزرق قال نحن علينا نأجر طيارة على قروشنا نشيل الوساطة ووفد الحكومة نمشي هناك في الحتة دي نشوف القاعد فيها منهم قاعدين ولا إحنا القاعدين خليه يسموا مكان واحد ده واحد إمرأة اثنين دار أقول له حاجة خطرة جدا بسرعة هنا قالوا التجميع يعني عملية نقل المقاتلين إلى مواقع مختارة والمقاتل يقصد به من يصل إلى مناطق التجميع ويحمل سلاح آلي شخصي بندقية أو أنت عارف دي ممكن تفهم شنو؟ إنه الحركات بتاع دارفور دي ما عندها جند ده مشروع بتاع تجنيد جديد ليه؟ لأنه في الترتيبات الأمنية يكون أنت بتقول شنو؟ في الترتيبات الأمنية أنت كصاحب جيش ثوري حارب الحكومة أنت قواتك كيف؟ والله أنا قواتي عندي ثلاثة ألوية طبعا اللي هو معروف في الجيش فيه عدد كذا وكذا من الضباط وموجودين في المنطقة الفلانية بيرجوا الطرفين من الحكومة ومن الاتحاد الأفريقي من الاتحاد الأوروبي من مجلس الأمن يقيموا الوضع على الأرض وبيجوا على الأرض بيشوفوا الجنود لو مشوا هناك لقوا أنت عندك 1500 جندي و400 ضابط هقول لك ده وضع ما في جيش زي ده طيب لكن لأنه هو ده ما عندهم قالوا شنو نعمل أماكن تجميع طيب والناس يجي يبلغوا يقولوا يا جماعه جي شايف كلاشي ويقول شنو انا انت عارف ده شنو ده مشروع بتاع التجنيد يا دوب طيب يا دوب قاعدين يجندوا قواتهم دكتور دكتور طيب طبعا بعد ما الحرب هسه وقفت حيدخلوك في الجيش ويدخلوك في البوليس طيب بدل ما انا قاعد عاطل ما اجي ادخل طيب دكتور 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 نعم في نصف دقيقه رجاء لو سمحت يعني في نصف دقيقه هناك من يرى بان توقيع هذا الاتفاق هو الذي دفع بكم ل إعلان المبادئ أو هذا اللقاء الذي تم ما بين حمدوك اللقاء ده في نصف دقيقة لو سمحت في نصف دقيقة الآتي اللقاء ده وراه وساطة غربية هي التي أقنعت حمدوك يجي الحركة الشعبية لعلمك حتى هذه اللحظة وفد الحركة الشعبية لم يغادر جوبا في شهر فبراير وفد الحكومة غادر جوبا دون إختار الوساطة وتاني ما رجعوا الا بالكونفرنس روم بتاع فندق السلام روتانا وما مشت لكن دار اقول لك الحركه لم ناي وهسي عشان الحاجات دي تحصل عشان يحصل اتفقوا قالوا شنو يعيدوا ترتيب شنو اليه التفاوض نعم اشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد جلال هاشم نائب رئيس وفد مفاوضات الحركه الشعبيه لتحرير السودان قطاع الشمال شكرا جزيلا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة من خلالها تحدثنا عن أو استعرضنا اتفاقية السلام الموقعة ما بين الحكومة والحركات السودانية مؤخرا لكم منا عطر التحايا إلى اللقاء